هي محفزة للتعلم والإبداع وتنمية المهارات والخبرات، بما يحقق إنتاج المعرفة وزيادة التحصيل وتطوير الإنتاجية في جميع الجوانب. للوصول إلى معالم التعليم المستقبلية حسب تطلعات نظام التعليم الذي يسعى إلى الكفاءة والفاعلية. وانطلاقاً من ذلك، أؤكد على استمرار دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع من أجل تحقيق أهدافه السامية في بناء الشخصية العربية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى وصقلها بالمعارف والقيم المطلوبة بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. أيها الفائزون من المعلمين المبدعين والطلاب المجراء، إنني أتحدث إليكم وأنا أشعر بالسعادة لفوزكم في تلك المسابقة، كما أشعر بالزهو بكم والفخر، لأن وصولكم إلى تلك المراكز المتقدمة يدل على وعيكم العميق لأهمية القراءة وثمرتها، ودورها في صقل شخصياتكم بألوان المعارف والعلوم المتنوعة. وإن هذه المسابقة الإبداعية قد حققت الأهداف المرجوة منها.